ازيكم اخباركم عاملين ايه؟ طول خير. معكم مدحت حسين وفيديو جديد. وفيديو النهارده باختصار احمد حسن عايز يصور فيلم شيكس. انت ضمت ان احمد حسن قدام الناس محترم وطلع بالقذاره دي. المصيبه ان هو طلب مني ان انا اروح فيلته عشان انام معاه. قال لي هنلعب عريس وعروسه، ولما رفضت ابعت له صوري قال لي ليه، هو انت لما تشوفيني مش هتعملي كده؟ فقلت له انا هعمل كده ازاي؟ قال لي يعني هتحضنيني وتبوسيني. للدرجه دي زينب مقصره معاك؟ مش عايزه تديك حقوقك الشرعيه؟ دايما بنتكلم على احمد حسن في الشر مش في الخير، او بمعنى صح هو اللي بيوقع نفسه في الشر مش احنا طبعا. يعني مثلا تلاقيه طالع بترند ملبس مراته في بكيني، طالع ترند تاني مثلا وهو بيخون مراته، طالع ترند تاني وهو مثلا بيستغل وفاه ابو مراته. المهم في قذورات بتحصل، لكن ترند النهارده هيبقى مختلف بكل المقاييس. المهم قبل ما نخش بقى تفاصيل فيديو النهارده، لازم ترفع هاشتاج احمد حسن متحرش، وده بسبب ان هو في يوم من الايام كان نازل ستوري عنده على الانستجرام وبيقول فيها ان هو محتاج بنت من سن 20 سنه ل 35 سنه لعمل فيلم قصير وهيتصور الاسبوع ده، واللي جاهز يخش يكلمني بسرعه. وطبعا بنات كتير دخلت تكلمه خاص، واحده من البنات اللي كلمته ابتدى بقى يخش معاه في حته انت جسمك حلو جدا وشغل التحرش بتاع زمان ده. فالمهم كلم البنت، والبنت شخصيا طلعت عملت فيديو على اليوتيوب، واول ما البنت كلمته رد عليها على طول. هي كانت فاكره طبعا اللي هو مش هيرد عليها وكده، بس ما تعرفش اللي هو هيحامي يعني. وبعد ما رد عليها قال لها على طول ابعتي لي صورك عشان اشوفك مناسبه للفيلم ولا لا. وفعلا بعتت له صور ليها، واول ما شاف صورها قال لها ما شاء الله عسوله جدا. فالبنت ردت عليه ببراءه الطفوله وقالت له ربنا يخليك يا فندم. واحمد حسن لما شاف ان هي مناسبه للفيلم اللي في دماغه بعت لها رقم الواتس بتاعه على طول على الانستجرام، واللي بيكذب او هيكذب عامه يعني عشان الاطفال اللي بتتفرج عليه الصفحه بتاعته متوثقه حضرتك، يعني مفيش صفحتين بتتوثق بنفس الاسم، يعني دي صفحته الرسميه تمام. ده غير ان في صوت ليه، يعني صوت هو بيكلمها ريكورد عشان تصدق ان هو احمد حسن، ده موجود في الفيديو ما تستعجلش. فالمهم لما اتكلموا مع بعض على الواتس والبنت ابتدت تبعت له شغلها سواء على تيك توك او يوتيوب، هو شاف كل ده وكبر دماغه وكان عايز يقول لها يا بنتي انت بتهري في ايه؟ انا مش عايز محتوى ولا الجو ده، انا عايزك انت. ولكن هي ما كانتش فاهمه ده في الاول وفضلت تتكلم معاه عايزه تفهم اخره ايه. وبعد كده احمد حسن طلب منها صور تاني، يعني مش عارف كان قاعد في الحمام ولا بيعمل ايه بالظبط. المهم اللي هو طلب منها صور تاني على الواتساب برضو، يعني مره على الانستجرام ومره على الواتس. واول ما شاف الصور بتاعتها ريل على طول وقال لها جامده قوي انت وجسمك ابيض من حياتي. المهم بدا بعد كده بقى يقول لها طب انت منين؟ عايزين نتقابل، عايزين نقعد مع بعض، عايزين نلعب عريس وعروسه. لو فاكرنا بهزر كمل الفيديو عشان تفهم، عشان تشوف ده بعينك. ولما قال لها طب تقدري تقابليني امتى وكده قالت له ممكن بكره مثلا لو الخميس او الجمعه. لا لا انت مجنونه، انا حيحان، انا عايزك دلوقتي. وبعدها البنت دي اسمها سما يعني قالت له لا انا مش فاضيه، وكانت عايزه تكمل عشان تشوف يعني نهايه الموضوع ايه، اللي هي ماشيه بمبدا دوق ولا تشوق العكس. المهم كانت ماشيه بالمبدا ده، بعد كده تتفاجئ لما قال لها ابعتي لي صور خاصه بيك. فالبنت بكل براءه ردت على هذا الحيحان وقالت له صور خاصه ازاي؟ يعني مش فاهمه حضرتك، ممكن توضح؟ لا انا شويه صور يكون جسمك فيها واضح، ما تعمليش فيها مش فاهم. فالبنت لما ابتدت تشك فيه وشافت ان ده متحرش مش الشخص اللي في دماغها يعني، فقالت له طب حضرتك هو انت احمد حسن بجد؟ فقال لا انا هبعت لك ريكورد عشان تصدق. وده كان الريكورد اللي اثبت بيه على نفسه التحرش ده. طيب يا بنتي ده فويس اوف صوتي عشان اتاكد ان انا انت كده عارفه صوتي مظبوط؟ طبعا كلنا عارفين صوتك، هو حد ينسى صوت السمك ده يا راجل؟ وكمان ده اكبر دليل ادنت بيه نفسك في الفيديو او في القضيه اللي البنت ناويه تعملها ان شاء الله. نسيت اقول لكم يعني البنت فعلا عملت محضر في احمد حسن. المهم احمد حسن يواصل وصله التحرش بتاعه، يقول لها على فكره انا حاسس ان جسمك حلو قوي، ما توريهوني بقى. الواد حيحان يا عيني مش قادر. فقالت له لا ما ينفعش. فقال لها ليه؟ ما انا كده كده لما اشوفك هشوف كل حاجه. فالبنت ردت برده عليه بكل براءه وقالت له ازاي مش فاهمه يا استاذ احمد، ممكن توضح؟ فقال لها يعني مثلا لما تشوفيني هسلم عليك، هتحضنيني، هبوسك كده يعني. فوقتها كانت عايزه تفهم هو ده احمد حسن ولا واحد متحرش ولا واحد واخد منه التليفون وبيهدده، ولا دي مراته اصلا ولا ايه بالظبط وبتختبرها مثلا ولا ايه. فقلت له طب هي زينب فين؟ قال لها زينب مش هنا والشقه فاضيه والحاجه راضيه مش هتيجي. فالبنت ردت عليه وبتقول له انت كده على فكره هتخوفني منك. فقال لها ليه؟ خرب بيت بجاحتك يا اخي، ليه بعد ده كله، بعد وصله التحرش ده كله وبتقول ليه؟ وفي الوقت ده الزوجه المخدوعه زينبه كانت بتعمل يعني بتجري بتشقى وتجري على اكل عيش عشان تصرف هذا الفاجر، وكان بتعمل دعايه لكوافير بنت في بيوتي سنتر تقريبا. قالت له حضرتك انا نفسي تعرف ويبقى ليها شغل انا وانت وتشهر وكده يعني، فاعمل ايه؟ فقال لها بعد كده يا بنتي ما انا بقول لك اهو تعالي لي الشقه نقعد كده مع بعض ونلعب شويه، مش هنعمل حاجه كبيره يعني ما تخافيش. ويرجع يخوفها تاني بس هقطعك صدقيني بجد هتنبسطي قوي، على اساس ان هو كان بيبسط زينب قوي يعني.
كانت بتطلع تشتكي. فقلت له انت حضرتك عايز تعمل فيلم شيكس؟ لا بجد. قلت له حضرتك انت طالب ممثله ولا عايز ايه بالظبط؟ قال لا يعني انت مش عايزه تورينا حاجه يعني. وزعل على طول. فقلت له حضرتك انا كتبت لك ان انت عايز بنتي تمثل، فين بقى التمثيل؟ فبكل سذاجه وبعقل طفل اعدادي قال لها خليك واثقه فيا. وبعد كده يكمل كلامه ويقول لها قال لا اكيد مش هعمل حاجه تضرك يعني، وهنبسط سوا انا وانت. ابتدى هنا بقى المحن يزيد لما البنت بقى رفضت برضه. قال لها طب وحياتي عندي، حياتي النبي يا شيخ، يا رب ابوك يحج، ابعت لي شويه صور ليك. وبرضه بعقل طفل اعدادي قال لها عشان تكوني مطمنه ما تبعتيش وشك، يعني قص وشك وهاتي جسمك بس، احنا كده كده مش بنبص على الوش يعني. فقالت له طب ممكن اسالك سؤال، هتستفاد ايه يعني لما ابعت لك صور؟ هو انت مش طالب بنتي تمثل ولا ايه؟ فلما قفشوا من بعض بقى والبنت قفشته وقالت له حضرتك انت عندك بنات اخوات وعندك واحده متجوزه وعندك مامتك و و والحاجات دي كلها. فابتدى يحس ان البنت مؤمنه ومتدينه ومش هينفع تنام معاه. فقال لها خلاص براحتك اللي انت عايزاه. ومن بعدها بقى البنت ابتدت تبعت له في رسائل، طب حضرتك مش عايزني معاك في الفيلم، طب رد عليا، طب مش عارف ايه. ولكن طبعا وقتها كان شاف خلاص ان هي البنت متدينه ومش هينفع تنام معاه، فقال لك اشوف واحده غيرها، وما ردش عليها من بعدها. اي بنت حصل معايا موقف زي كده، سواء في شات سواء في واقع سواء في اي حاجه، ما تخافيش اطلعي واتكلمي عشان تخلي الشخص ده عبره، يعني لمن يعتبر زي ما بيقول. طيب الفيديو ده مش بنشهر فيه حد لا سمح الله، بس كل الموضوع ان الموضوع ده اتكرر كتير، اتكرر كتير، ويمكن من سنه تقريبا الموضوع ده اتكرر مع كذا بنت برضو، ومن احمد حسن، مش من احمد حسن بس، بس مش هنقول اسماء تانية، لكن احنا دلوقتي في احمد حسن اللي هو خلاص يعني ربنا سترك كتير، فانت تماديت في اللي انت بتعمله لحد ما تفضح. المشكله اللي انت ما قدرتش ان انت ليك فعلا ليك زوجه، ليك بنت، ليك اخوات بنات، اكيد ليك مامتك، يعني ليه ما بصيتش لده؟ احنا كلنا بنغلط، اقسم بالله بص كلنا بنغلط، مفيش حد فينا ما بيغلطش، بس الفرق بيني وبينك او الفرق بيننا كلنا عامه بين اللي اتفضح وبين اللي لسه ربنا ستره. وفي واحد بيتراجع عن اللي هو بيعمله او بيرجع عن الطريق اللي هو ماشي فيه، اللي هو مثلا ممكن حاجه زي كده، ممكن حاجه اسوأ من كده كمان، بس كل الموضوع في اللي بيتراجع واللي بيلحق نفسه، وفي اللي للاسف اللي بيفضل يتمادى لحد ما ربنا يشيل ستره من عليه ويتفضل. فكان لازم الفيديو ده يتعمل عشان الناس او البنات عامه يعني بمعنى صح تاخد بالها من نفسها كويس، ومش معنى ان ده مشهور ان انا ادوس على كرامتي واقلع وابين له جسمي والحاجات دي كلها وابعت له مثلا صور ليا او ابعت له فيديو ليا او الحاجات ديت عشان اوصل. ممكن توصلي وممكن لا، بس لازمه وصولك ايه للنجاح اللي في دماغك يعني او بالنسبه لك يعني، من غير كرامتك واحترامك لاهلك واحترامك لنفسك اولا يعني هتكوني وصلتي بس من غير ده. وبس كده يا جماعه، والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فيديو خفيف على قلبكم كده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.